بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة صفا. النهاردة هنتكلم عن معنى لطيف من المعاني التي يرتبط بها شهر رمضان، وإحنا الخيط اللي إحنا بنحاول نتتبعه ونمشي كده معاه ونشوف هيوصلنا لإيه، إن إحنا عايزين نشوف كام معنى من معاني الشريعة ومن مكارم الشريعة ارتبط بها رمضان. يعني إحنا تعودنا إن إحنا نقول رمضان شهر القرآن، طب وشهر إيه كمان؟ لما بدأنا نفتش كده وندور لقينا لا، ده في فيض من المعاني التي يرتبط بها شهر رمضان المعظم. يعني كما لو كان رمضان شجرة تفرعت منها أغصان وفروع كثيرة، وإحنا بنحاول إن إحنا نستكشف هذه الصورة الكاملة. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن إنه يا جماعة رمضان شهر القرآن وشهر الكرم وشهر الأدب وشهر الدعاء وشهر التقوى وشهر اليسر وشهر الكمال وشهر قبول العذر وشهر الصبر وشهر الطمأنينة وشهر الهدى. ووصلنا بقى لحلقة النهاردة، يا ترى يا هل ترى انت النهاردة محضر لنا ايه ومخبلنا ايه علشان تتكلم فيه من المعاني التي ارتبط بها شهر رمضان. الحقيقة انه الارتباط بتاع النهاردة ارتباط لطيف قوي وهيعجبكم، وأرجو كده أن ينزل على قلوبكم وعلى آذانكم بما يجعل هذه اللحظة وكل لحظة قادمة من العمر لحظة صفا. الارتباط بتاع النهاردة يا جماعة هو إنه رمضان شهر القرب. يا سلام، كانت مستخبية فين دي؟ رمضان شهر القرب. طب انت عودتنا انه اي ارتباط من الارتباطات اللي فاتت لازم تكون فيه اشارة كده اليه، يا في القرآن الكريم او في احاديث الجناب النبوي المعظم. جبت منين بقى انه رمضان شهر القرب؟ اقول لك، جبنا حكاية رمضان شهر القرب دي انه لما بنوصل لايات القرآن الكريم اللي اتكلمت عن الصيام، نلاقي ربنا بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كل ده كلام جميل، كلام الله جل جلاله. فمن شهد منكم الشهر فليصم، استنى الإشارة لسه هتيجي بعد شوية. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هي فين الإشارة؟ لسه ما جاتش. لا، ما هي لسه في الآية بعدها. قال تعالى بعدها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، علما بأن ربنا أراد أن يأتي بآية الدعاء في منتصف آيات الصيام. يعني الآية اللي قبلها ربنا بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية اللي بعدها ربنا بيقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما بين آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث، راح ربنا في النص وضع آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مما يفهم منه من يقرأ القرآن الكريم إنه ربنا بيقول لك الدعاء ده اللي بنتكلم عنه ده مرتبط جدا بالصيام، حتى وضع وضعا بين آيات الصيام المتتالية. يبقى لما ربنا يجي لك في وسط آيات الصيام ويروح يدي لك نبذة كده في النص عن الدعاء ويقول لك إنه إذا حبيت تدعو وبتسأل عن ربنا فربنا قريب، يعني كأنه ربنا بيقول لك في شهر رمضان تكون ذروة القرب وتكون أعلى صور القرب. يعني زي ما ربنا في يوم من الأيام قال أسجد واقترب، كأن السجود لحظة ذروة للقرب، كذلك الصيام وكذلك شهر رمضان لحظة ذروة للقرب. طب فين تاني لحظات من الصفا فيها ذروة القرب؟ أسجد واقترب، يبقى السجود ذروة للقرب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى الدعاء خصوصا في رمضان ذروة للقرب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى الإحسان ذروة للقرب. أنا اديت حضراتكم ثلاثة أهو، ثلاث قمم للقرب، وانتوا كملوا بقى اعتبروها كده مسابقة رمضانية. مين يدور في القرآن على الحاجات اللي ربنا وصف فيها أنها تقرب إليه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى الإحسان قرب. أسجد واقترب، يبقى السجود قرب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى الدعاء قرب، والدعاء هنا خصيصا جاي في رمضان، يبقى الدعاء في رمضان كمان قرب زائد. يبقى أنا اديت حضراتكم النهاردة ثلاث قمم للقرب.
عايز من حضراتكم تبدأوا تمسكوا المصحف الشريف وتدوروا على كل كلمة قريب أو اقترب، علشان نشوف إيه مجموعة الحاجات اللي تمثل ذروة للقرب بعد التلاتة اللي أنا اديتهم لسيادتك كنموذج. يبقى احنا النهاردة بنؤسس لهذا المفهوم الجديد واللطيف والمهم اللي هو يا جماعة إنه رمضان شهر القرب. اللي يفكر في الحكاية دي لقيها منطقية فعلا. إذا كان الإنسان في رمضان بيصلي التراويح 20 ركعة، إذا كان الإنسان في رمضان على الأقل بيختم القرآن مرة، إذا كان الإنسان في شهر رمضان يتحرى أداء الفرائض والنوافل والسنن، إذا كان الإنسان في شهر رمضان بيحب كده يسمع التلاوة بتاعت الشيخ محمد رفعت قبل المغرب فيخشع معها قلبه ويحس كده كأنه في فيض من الجلال منزل على وجدانه، إذا كان الإنسان في شهر رمضان بيتسحر كده قبل الفجر بشوية ويقعد كده يدعي ربنا، إذا كان الإنسان في شهر رمضان يتحفظ من المعاصي والأثم ويقول لك يا أخي ده لحرمة الشهر، ده احنا في رمضان. الإنسان لما بيبقى يقوم بهذه الصور من الطاعة في رمضان، أمال يبقى ده إيه غير القرب؟ ده 100 صورة من صور القرب في رمضان. ربنا حشد لك من أبواب القرب في رمضان ما لا يمكن أن تتصوره إلا إذا قعدت تجمعه كده في مكان واحد. رمضان شهر القرب، بل شهر 1000 باب من أبواب القرب. رمضان شهر القرب، بل فيه قمم عظمى من القرب إلى الله. رمضان شهر القرب، ده رمضان يا جماعة اللي بتنفتح فيه أبواب الأنس بالله. الإنسان كده بيحس كده بحالة معنوية عالية وبحالة كده من الروحانية، وبإنه جو رمضان مختلف عن جو بقية أيام السنة، وإنه فيه بهجة بالله وفرح بالله وطرب وأنس بالله. وربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده مش بس رمضان شهر القرب، ده رمضان قمة من قمم القرب. يبقى الارتباط الجديد اللي احنا بنكشف عنه اللثام النهاردة هو إنه رمضان شهر القرب، وسنكمل البيان والتفصيل في هذا المعنى ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن إنه رمضان شهر القرب. كلمة القرب دي يا جماعة بمشتقاتها المختلفة وردت في القرآن الكريم في 92 مكان. يعني ربنا استعمل حرف القاف والراء والباء بصور مختلفة في 92 موضع من القرآن الكريم. مرة تأتي بصيغة الفعل، قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تقربوا اللي فيها القاف والراء والباء أهو، يعني فعل مضارع من الفعل قاربة. طيب مرة تأتي بصيغة الاسم اللي هي إذا سألك عبادي عني فإني قريب. مرة تأتي بصيغة فعل الأمر اسجد واقترب. يبقى إذن وردت كلمة القرب بصور مختلفة وبمشتقات مختلفة في 92 موضع من القرآن الكريم. ال 92 موضع دي عمالة تدور في فلك إيه الحاجات اللي بتقرب الإنسان من ربنا، من العبادات والفرائض والمعاني والشرائع والأحكام والأدعية، وإيه الحاجات اللي تحول دون القرب وتعرقل منه أو تبطئ هذا القرب أو تشوشه. كلمة القرب دي وردت في قرب الزمان، ووردت في قرب الدعاء، ووردت في معنى التقرب إلى الله، ووردت في معنى القرابة والرحم، ووردت في معنى الشروع إلى الصلاة، ووردت في معنى الأمر المرجو حصوله والوصول إليه، ووردت في معنى معاينة الأجل، وردت في معاني مختلفة، لكن تدور كلها في أن الإنسان يدنو درجة مما يحبه. ورد عندنا حديث من الأحاديث العجيبة قوي اللي بيبين لينا إزاي رمضان جمع الله لنا فيه صور القرب بصورة عجيبة قوي. واسمعوا هذا الحديث العجيب الذي هو حديث الولاية. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ده يا جماعة من أعجب الأحاديث الإلهية. ورد الحديث زي ما قلنا في صحيح البخاري، وورد بصيغ أخرى، إن ربنا بيقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الحديثين دول يا جماعة بيبلوروا لينا وبيبرزوا لينا قضية القرب دي، قضية القرب دي، وإنه إزاي المدخل إلى القرب من الله بالنوافل مش بس بالفرائض. إيه يعني بالنوافل؟ يعني لما ربنا يأمرني بأداء الصلاة فأقوم أنا أصلي الصلوات الخمسة، ده مش قرب في الحقيقة، ده أداء الواجب والدين اللي مطلوب مني. لما أنا آجي أكرم إنسان وأقول له أنت كنت مسلفني 1000 جنيه وتفضل 1000 بتاعتك أهي، وأنا كده أكرمتك آخر كرم، يقول أكرمتني إزاي يا أستاذ، ده أنت بتسدد لي الدين بتاعي، ده المستحق ليه اللي عندك. لما تسدد لي 1000 اللي أنا بديها لك دين يبقى ما أكرمتنيش. إنما أنت عايز تكرمني بجد، إنك تقول آدي 1000 اللي أنا استلفتها منك وكمان 100 أهي، عن محبة كده وعن طيب خاطر وعن جود وعن شعور بالامتنان، اتفضل كمان 100 اهي من غير سابق اشتراط ولا مواعدة بيننا، انما اكراما منك من باب حسن الاداء وحسن التقاضي، انت كنت مسلفني 1000 اتفضل 1000 ومحبة مني سازيدك 100 وادي لك عليها هدية، ادا يبقى الكرم اهو، يبقى هو ده القرب، هو ده الكرم. انما انه سيادتك مستلف من 1000 وتديها له فتقول له خد 1000 دي وانا كرمك بيها، ازاي يا عم انت كده مش كرمني ولا حاجه، انت كده بتأدي الدين المفروض عليك. لما الانسان يؤدي الفرائض الخمسه ده كده لا يتقرب الى الله، ده كده بيؤدي الدين المستحق في رقبته. يبدا الانسان درجه التقرب اول ما يبدا يؤدي السنن والنوافل الزائده على الفرائض، يبقى حينئذ بدا يتقرب. علشان كده ربنا بيقول لك اهو، بيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى إذن يا جماعة أعظم أبواب القرب إلى الله هو النوافل مش بس الفرائض. طب أنا صمت شهر رمضان أهو، أنت كده تقربت، ده طبعا هو شيء عظيم، أنت كده قمت بواجب عظيم قوي، بس أنت بتأدي الدين. أنت عارف إمتى تبقى بدأت تتقرب إلى الله؟ لما سيادتك تكثر من النوافل، لما تصوم 2 وخميس، لما تصوم 3 أيام البيض من كل شهر، لما تصوم الأيام المختلفة اللي فيها مواسم وفيها أيام للخير، لما سيادتك تكثر من صلة الأرحام، لما سيادتك تكثر من الصلاة في جوف الليل، لما سيادتك تذكر ربنا كتير، يبقى حينئذ وصلت إلى أبواب القرب، ضرقت أبواب القرب، قرعت أبواب القرب، دخلت إلى الله من أبواب القرب. اسمحوا لي نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل يا جماعة في قضية إنه رمضان شهر القرب، وقلنا إنه القرب ده له قمم يرتقي عليها الإنسان، ومن أعظم هذه القمم النوافل والسجود والإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى دي قمة من قمم القرب. أسجد واقترب، السجود قمة من قمم القرب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى الدعاء قمة من قمم القرب. ورمضان يجمع صور متعددة من العبادات والقرب، يبقى رمضان شهر القرب. كذلك من معاني القرب الموجودة النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى السجود من قمم القرب، الدعاء من قمم القرب، الإحسان من قمم القرب، النوافل من قمم القرب، ورمضان كذلك من قمم القرب.
كنا بنتكلم عن قضية النوافل وبنوضح جزئية مهمة فيها، إنه الإنسان يبدأ درجة التقرب إلى الله، مش التعبد، التقرب إلى الله بالنوافل. فأكثروا يا جماعة من النوافل، واستغلوا أيام شهر رمضان علشان تبقى منصة ينطلق منها الإنسان إلى القرب. أنت عارف منصة إطلاق الصواريخ أو منصة إطلاق الطائرات؟ المنصة دي معناها المدرج اللي الطيارة بتجري عليه وهب بتروح تقلع في الهواء. الصاروخ لما بنحضر الجهاز اللي بيطلقه ونبدأ نضغط على الأزرار فينطلق الصاروخ. أنا عايز رمضان يبقى منصة، منصة انطلاق إلى معاني القرب. منصة انطلاق إلى معاني القرب دي معناها نكثر فيه من النوافل. اجعلوا رمضان دفعة معنوية هائلة تدفع الإنسان لمعاني القرب، مش مجرد ان انا اعايش رمضان بان انا اصوم. واحيانا الانسان يصوم كده هو متأفف ويقولك يا اخي الدنيا حر وساعات النهار بقت طويلة وما تكلمنيش لو سمحت لان انا صايم، انا خل ايديا لان انا صايم. ما فيش حاجة اسمها كده، ده رمضان بيخلي خل الانسان واسع يا جماعة. ده احنا قلنا رمضان شهر الكرم، ده احنا قلنا رمضان شهر الطمأنينة، ده احنا قلنا رمضان شهر السكينة، ده احنا قلنا رمضان شهر القرب. رمضان شهر القرب يبقى خل سيادتك مش ضيق، يبقى خل سيادتك واسع. رمضان شهر القرب يبقى سيادتك حليم. رمضان شهر القرب يبقى سيادتك يعني موزون في الكلام، ما تبقاش غضوب ولا منفعل ولا ميال للشجار ولا لأدنى حاجة كده تحس انك انت بتنفجر في الناس، ما ينفعش. ده رمضان شهر القرب يا جماعة. رمضان شهر القرب معناها ان الانسان منصرف بكليته الى الله، مشغول بالله سرا وجهرا، عظيم المراقبة لله تعالى في كل حال. ادي معنى رمضان شهر القرب. طيب لما ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يبقى ادعي ربنا كتير. وفي فرق يا جماعة ما بين الدعاء والمناجاة. الدعاء ده انك انت تقعد وتستقبل القبلة وتبقى على وضوء وتبقى على طهارة وتكثر من أكل الحلال وتقعد تقول اللهم وتقول كده وتدعو، ده دعاء. المناجاة دي يا جماعة معناها انك تفضل تخاطب ربنا على كل حال، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت داخل تنام يبقى خاطرك كده ممتلئ بحال من الافتقار الى الله، عمالة في كل لمحة ونفس وفي كل لحظة صفا تقول له يا رب انا عبدك الفقير، يا رب يا رب لا تحرمني من جودك وكرمك، يا رب ليس لي سواك. تقعد تقول كده في خاطرك كده طول ما انت قاعد، كل ما يجي على بالك تقعد تقول كده. أم العلماء يسموا دي مناجاة. المناجاة دي على فكرة أكثر حرارة من الدعاء لأنها مليانة افتقار. يا سلام بقى لو الروح دي وجدت في الدعاء ده يبقى خير وبركة وألف خير ويبقى مزيد وتبقى سبب من أسباب القبول. الضراعة والافتقار والفاقة والشعور الإنسان بالافتقار والعبودية المحضة بين يدي الله. بس أنا عايز أقول لك أكثر من المناجاة، يعني خلي ربنا دايما على بالك، يعني اتكلم مع ربنا في كل حال، يعني استمد في باطنك من ربنا في كل لحظة علشان كل لحظة تبقى لحظة صفا. أنا عايز رمضان يبقى شهر قرب، يعني تخرج منه وقد شعرت أنه انفتح باب بينك وبين الله لا يغلق أبدا. أنا عايز سيادتك يشعر قلبك في نهار رمضان أنه كأنه كان في حجاب موجود على القلب ونزع هذا الحجاب، بدأت تعرف الله. أنت عارف ليه بيسموا الإنسان الولي الصالح عارف بالله؟ بيسموه ليه من العارفين بالله؟ لأنه انكشف لقلبه معنى من عظمة وجلال مقام الألوهية، جعل هذا الإنسان فيما بينه وبين الله شديد الافتقار إلى الله، فلا يزال في كل وقت أبدا يتوجه إلى مقام الألوهية بالإعظام والتبجيل والتفخيم والتمجيد. وحينئذ فالطاعات والصلوات بتبقى سهلة لأنها تفيض عن الإنسان من باب تعظيمه وتمجيده لمقام الألوهية. حينئذ يسمى الإنسان يا جماعة عارف بالله، يبقى اقترب من الله فعلا، يبقى ده إنسان قريب من ربنا. قريب من ربنا مش بس كثرة الصلوات في الظاهر، بل معناها أن يكون شديد الافتقار، دائم الالتجاء. هناك حرارة في باطنه، إذا تكلم عن الله اهتز قلبك لكلامه، لأنه كلام فاض من قلب إنسان عارف. وابن عطاء الله في الحكم بيقول كده: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يبقى صحبة من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله برضو من أسباب القرب،
احنا كده عملنا كام قمة من قمم القرب؟ السجود من قمم القرب، الدعاء من قمم القرب، الإحسان من قمم القرب، النوافل من قمم القرب، رمضان من قمم القرب، صحبة الصالحين والصادقين من قمم القرب إلى الله. واسمحوا لي نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم. وكان آخر ما تكلمنا عنه قبل الفاصل إنه لما الإنسان بيمتلئ قلبه شهود ومناجاه وقرب من الله وضراعة إلى الله، اتحس إنه الإنسان ده كلامه إذا تكلم ووعظ ونصح الناس كأن كلامه فيه صعق كهربي، كأنه فيه ماس كهربي يهز القلوب، بخلاف الإنسان الذي لم يذق قلبه شيئا من التقوى والهيبة إلى الله، يقعد يوعظ ويتكلم 20 ساعة لا تشعر لكلامه بوقع على القلب. ابن عطاء الله السكندري كان بيقول في الحكم كده: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني ما هوش بالكلام بس، الكلام اللي ممتزج بقلب ممتلئ بخشية الله يؤثر في القلوب. ده اللي أهل الله بيسموه الحال، ويقول لك حال رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل، لأنه مش مجرد عبارات حلوة ومنمقة ومزينة ومواعظ تقال، قد تكون بليغة وقد تكون مؤثرة كده في بداية الأمر بس بعد كده لا تجد لها أثرا، إنما تتحول العبارات والكلمات إلى كلمات مؤثرة لها سلطان على القلوب ولها هيبة على القلوب إذا كان قائلها ممتلئا في باطنه إجلال وتعظيم ومناجاه وهيبة ونوافل وتقرب إلى الله، فيصير هو باب من أبواب القرب. يبقى من الناس من يكون بابا من أبواب القرب، الأنبياء كذلك والأولياء كذلك والعارفون بالله كذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الكينونة معهم تفتح أبواب القرب إلى الله جل جلاله. رمضان شهر القرب يا جماعة، يبقى معناها مفيش بعد، يبقى معناها مفيش معاصي، يبقى مفيش جفاء، يبقى مفيش حجاب بينك وبين ربنا. إياك أن تجعل في شهر رمضان اللي هو لحظة صفاء إنك تجعل فيه لحظة جفاء، لحظة جفاء. إياك أن تجعل رمضان لحظة جفاء، اجعله لحظة صفاء. يبقى رمضان مش وقت للبعد ولا وقت للجفاء ولا وقت للقطيعة ولا وقت للمعصية ولا وقت للآثام ولا وقت للفراغ وعدم عمارة الأوقات بالطاعة. رمضان يا جماعة ده معراج يرتقي فيه الإنسان إلى الله ليزداد قربا على قرب وليزداد حبا على حب. رمضان شهر القرب دي معناها أننا نريد يا جماعة قلوب حية وحاضرة تكثر من دعاء الله، تتخلق بالرحمة لأن رحمة الله قريب من المحسنين. إحنا عايزين قلوب دائمة السجود. خلي بالك فيه فارق ما بين سجود الجسد وسجود القلب. وكان سيدنا الإمام الكبير الشيخ عبد الحليم محمود يقول: القلب بخلاف الجسد، الجسد يسجد ويرتفع من السجود، إذا جاء وقت الصلاة ودخلنا في الصلاة وجاء وقت السجود نسجد ثم نرفع من السجود. يبقى إذن سجود الأجساد قد يكون فيه سجود ويرفع منه، لكن سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود بيقول: لكن سجود القلب لا رفع منه أبدا. يعني متى اهتدى الإنسان إلى أن يكون القلب ممتلئ بالهيبة والتعظيم لشعائر الله؟ المعنى ده لا يزول، شمس لا تنطفئ، يعني سراج إذا أوقد في القلب لا يظلم بعده أبدا. يا جماعة رمضان شهر القرب، اجعلوا رمضان باب من أبواب القرب العظيم إلى الله. خدوا مني هذا التحدي وكملوا معايا رصد قمم القرب، زي ما قلنا السجود من قمم القرب ورمضان والدعاء والإحسان وصحبة الصالحين وكثرة النوافل. عد معايا كده، شوف كده، حاول تدور معايا وتفكر في القرآن الكريم ايه تاني من أبواب القرب اللي بتقرب الناس إلى الله، وخلي سلوكك مع الناس يقربهم إلى الله، ما تنفرش الناس. انت فاكر الحديث الشريف لما سيدنا معاذ وقف يصلي وأطال في الصلاة جدا، واحد كان ليل نهار عمال يرعى الأغنام بتاعته في الصحراء، فراجع آخر الليل وهو مجهد وقف يصلي ورا سيدنا معاذ، فشق عليه الإطالة في الصلاة، ففارق الإمام ووقف على جنب صلى الفريضة وروح ينام مجهد تعبان. قم سيدنا معاذ زعل وقال: لقد نافق الرجل. الرجل زعل قوي، بقى أنا
علشان مجهد وتعبان ومش قادر أصلي الصلاة الطويلة يبقى أنا أفقت. فزع إلى الجناب النبوي العظيم. أم سيدنا النبي أول ما سمع منه قال لهم هتقولي معاذ فورا. قالوا فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك اليوم بغضب ولم يرى غاضبا كمثل ذلك اليوم. وهو يقول لسيدنا معاذ أفتان 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 يا معاذ. أفتان دي معناها إيه؟ أنت عايز تصلي صلاة طويلة تجعل الإنسان الذي يرغب في صلاة ينفر، يعني أنت بقيت منفر. وقال كده في الحديث إن منكم منفرين. ثم يقول لسيدنا معاذ أين أنت من الشمس وضحاها؟ أين أنت من الضحى والليل إذا سجى؟ أين أنت من الليل إذا يغشى؟ يرشده إلى قصار السور التي فيها لطف ورحمة بالناس. ولذلك جاء في الحديث برضو من أم في الناس من أم بالناس فليخفف. والشاعر أخذها فبدأ يقول نظما كده في الشعر رب إمام عديم ذوق يأم بالناس ثم يجحف، خالف في ذاك قول طه من أم بالناس فليخفف. يبقى يا جماعة لا نريد أن يكون منا منفرين، لا نريد أن يكون أحد منا صورة من صور الجفاء والبعد والقطيعة عن الله. إن منكم منفرين، في ناس كده، إحنا عايزين نجعل الناس كلهم أبواب للقرب، لأنه رمضان شهر القرب. أكمل الكلام مع حضرتكم في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.